باقة رياضية. دقيقة بعد 7 صباح برياضة في كل مكان. أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا وسهلا مرحبا بكم في الباقة الرياضية. هذا صباح عديد الأخبار الجديدة، برشا أخبار تم المنتخب التونسي اللي كنت قدمتها منديتنا التونسية النادي صفاقسي، ثم أيضا نبيل كوكي صار البارح بينه وبين رئيس الملعب التونسي، أيضا بقية الأندية التونسية. لكن قبل هذايا النادي صفاقسي نعرفوا انتدابات هامة في فترة الميركاتو شتو. البداية كانت بحارس الملعب التونسي رامي الجريدي، 3 سنوات ونصف مع النادي صفاقسي. رامي الجريدي اللي ربما سويعات قبل ما يمضي مع النادي صفاقسي دخل على الخط تقريبا 3 أندية تونسية، لكن في نهايه المطاف قال اعطيت كلمتي واللي اعطى كلمته اعطى رقبته، ولو انه المثل هذايا ولا غايب كليا على الجمعيات نتاعنا، اللي يعطي اكثر هو الرابح. برافو لرامي الجريدي على الشخصيه نتاعه، وايضا انه حب الملعب التونسي، الفريق اللي رعاه والفريق اللي كان وراء بروز وظهوره، كيف ياخذ الحق نتاعه على مستوى تكوينه وتأطيره. مش نمشي بكم الآن لبنزرت، لاعب النادي البنزرتي هيثم بن سالم إن شاء الله اليوم يمضي لفائدة النادي صفاقسي. هيثم معايا من بنزرت قبل ما يخرج من الدار، ناخذه على الصباح. هيثم صباح النور. صباح الخير خويا. صباح الورد، شنو أحوالك؟ لاباس؟ أحوالك ماجي لاباس؟ والله لاباس. نسأل على الطقس في بنزرت، برد ولا كيفاه؟ لا مش في بنزرت. وين مالها توا اليوم؟ ليه في زغوين؟ دارنا في زغوين. في زغوين. انا عملت طلة البنزرت باش تحكي مع مسؤولين السيابي، بعد مشيت لزغوين. ها يا كيكه باب. وخي مال السنه مش تولي تجيب لنا الكعك من زغوين. هيا هيثم ان شاء الله اليوم هيثم بن سالم ينطلق في مسيره جديده، مسيره ورديه ان شاء الله تكون مع نادي صفاقسي. ان شاء الله قلت ربي انا في التوا خرجت من الدار ان شاء الله ستنيا نوصل مع حكايه الحديث الفاخ ان شاء الله، ونقعد مع نكملوا يعني نتموا الاجراءات الكل وان شاء الله نقعد في الساقس وواحد يبدا يخدم على روحه ان شاء الله، خاطر مسلسل كما نقولوا طويل شويه وحمد لله سي واحد توا تفضلت الامور الكل وانا باش نمشي ونبداو نترنيو على رواحنا نخدم على رواحنا ان شاء الله. أكيد هيثم، صرحت في عديد المواقع الإلكترونية أنك بانتظار ربما الفرصة هذه للإنسان باش يعطي ما عنده، خاصة أنك الفترة الأخيرة ما خذيتش ربما الاهتمام الكبير من طرف الإطار الفني للسيابي. والله فما كلمة تتقال عسى أن تكرهوا خير عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وهو خير لكم صحيح. أكيد يعني جت بتبيع فرصة في نادي الصفاقسي، فرصة كبيرة، وواحد باش يوري روحه ويظهر شنو عنده، يظهر يعني اللي هو راهو عنده بلاصتو، واللي اللي صار الكل راهو غلطة وكبرت الحكاية وواحد ما نعرفش. جت الفرصة هذيا باش واحد يظهر إمكانياته ويرجع على الساحة والحمد لله وكا، وان شاء الله واحد ان شاء الله صفاقس ان شاء الله مراهم مني كان خير، وان شاء الله واحد يعطي كل ما عنده باش يفرح جمهور النادي الصفاقسي ان شاء الله. يظل متفقين على كل كبيره وصغيره مع هيئه النادي الصفاقسي على بنود العقد وعلى ربما كل الحيثيات نتاعو ان شاء الله. بقوة ربي متفقين وبقوة ربي ما تمشي الامور كان لاباس ان شاء الله. يلا هيثم ان شاء الله طريق سلامه للصفاقس، ان شاء الله مسيره متميزه سنه مع النادي الرياضي الصفاقسي. هيثم واحدة واحدة في ثنية، ربي معك ان شاء الله. شكرا لك يا هيثم. من هيثم بن سالم مش نمشي ايضا للاعب اليوم ان شاء الله مشي صح مع النادي الرياضي الصفاقسي، اللي هو اللاعب الليبي زكريا ربيع اللافي اللي معايا على الخط الهاتفي. بعد شويه تبدا الحصة التدريبية، خذيته قبل قهوة الصباح. زكريا صباح النور. صباح الخير اخوي مهدي. شنو احوالك يا زكريا؟ لاباس؟ لا اخوي مهدي 100 100 الحمد لله. هذه الامور 100 100، هذه سمحه برشا. شنو احوالك زكريا؟ لاباس؟ الحمد لله. طبعا زكريا مسيره تنطلق ان شاء الله اليوم مع النادي الرياضي الصفاقسي بعد مسيره متميزه كانت مع فريق اهلي طرابلس الليبي. ان شاء الله اكيد اليوم ان شاء الله ممكن بعد ما نخرج من التمرين ان شاء الله نتفاهم مع استاذ انيس بوجلباب، نتفاهموا على الامور كلها ان شاء الله نصحح.
نعم. ان شاء الله ربي يوفقني مع نادي سفاقسي، نادي سفاقسي نادي كبير، وانا لعبت في نادي الاهلي طرابلس عنده جمهور وعنده معنا وعنده هيبه، ونادي سفاقسي معروف معنا حتى هو، وفي معنا عنده انجازات وعنده كل شيء. ان شاء الله ربي يوفقني معهم وندير معهم حاجه وناخذ مثلا معهم بطولات ان شاء الله يا رب. زكريا هو اللي تعرف النادي سفيقس وعندك فكره على السي اس اس، خاصه انه الفريق هذايا احتضن عديد اللاعبين الليبيين في مقدمتهم طارق الطيب، معناها عنده عشره مع اللاعبين في ليبيا. اكيد انا ممكن انا صغير من محبين نادي سفيقس، نتبع في نادي سفيقس قلبا، لان انا من محبين طارق الطيب، فهمت؟ معناها نتبع فيهم وحكالي انا حكالي عليهم عن طارق الطيب، معناها صديقي فهمت، ويعتبر فيه زي اخوه الصغير، حكالي عليهم هلبا. وممكن في معنى هو طارق اللي معنى عنده يد في اني نجت لنادي السفاقسي، كان عندي عروض في نادي اسماعيل ونادي المونستيري، كنت ما كنت ماشي معنا السنه اللي فاتت مسافر لمصر، كنت لكن كلمني طارق الطيب وقال لي انه حكى لي على نادي السفاقسي وحكى لي على كل شيء، ومعنا زاد ريحني فهمت، انا ما كنت ما نعرفش السفاقسي هلبا فهمت. نعم احنا نجيب السفاقسي الحق. الخطه نتاعك على الميدان بالضبط زكريا؟ الخطوه نتاعي كيف معناها الخطه، معناها مكانك في اللعب، معناها لانه سمعنا انا العب لعب وسط هجومي. اي لعب وسط هجومي. اي والعمر توا زكريا؟ العمر توا 19 سنه ان شاء الله. 19 سنه معناها مازلت شباب وان شاء الله تكون قادر على العطاء. تدربت مع نادي سفيقسي توا حصتين؟ ها اي حصتين. اي كيفاش قيت الاجواء في نادي سفيقسي؟ الحمد لله لا خشيت على الجروب بسرعه، وعندي مش تعرفت على الكابتن الكابتن الفريق معناها اي اسمه كابتن. اي اذا تدخل لي اسم الكابتن عندك جايزه على السباحه. شكون الكابتن؟ شاكر البرقاوي. اي قصدي حتى هو بارك الله فيه، نشكره في اللقاء هذا، معناها يجي وساعدني لاني معناها دخلني على الجروب ويرفع فيه التمارين، بارك الله فيه نشكره. يا سيدي مرحبا بزكريا. كلهم ما شاء الله عليهم، ان شاء الله ربي يحفظهم. انا والامسي قلت لهم راه فما لاعب ليبي في الطريق وزكريا ربيع الليش، والاسم نتاعو راهو بين فصلين، بين فصل الشتاء. لسه نذكرك زكريا. زكريا طبعا يعطيك الصحة زكريا، وان شاء الله موسم يكون متميز ان شاء الله مع فريق النادي السفاقسي اليوم، ان شاء الله تمضي العقد معاه ل 11 متاع الصباح ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. ونحبوها ديما نسمعوها 100 100 ها؟ 100 100 اكيد ديما 100 100. ونحبك برشا تقابلها هلبا هلبا ها؟ ان شاء الله. ان شاء الله نهارك عسل زكريا، عايش خويا الغالي، عايشك، مرحبا بك، الى اللقاء. هذه اذا اخبار النادي السفاقسي. ايضا المدرب حسين شحاته مدرب حراس المرمى غدوه يوصل ان شاء الله لتونس، مطار تونس كارتاج، ثم يتحول مباشره لسفاقس باعتباره مدرب حراس المرمى، اتفق مع النادي السفاقسي. الشبقه يبقى الى حد الان المدرب. البارح في الليل صار اجتماع بين نبيل كوكي والاطار معناها الفني بالنسبه لفريق الملعب التونسي، بعد نبيل مشى لنزل من نزول العاصمه واجتمع مع رئيس الملعب التونسي لل 11 وربع نتاع الليل. بعد ال 11 واربعه سكر نبيل الهاتف والجوال، لكن المعلومات اللي تاكدت منها بصفه رسميه انه البارح صار الطلاق بالتراضي بين الملعب التونسي وبين نبيل الكوكي، هذاك على سكر هاتف الجوال باش يبعد ربما على لوم عديد انصار الملعب التونسي. بالنسبه لنبيل الكوكي من المنتظر اليوم قبل نص النهار يبعث مكتوب رسمي لهيئه الملعب التونسي يشرح فيه كل كبير وصغير، لانه قالوا له لابد باش يكون مكتوب وتبدا الامور الرسميه. ومن المنتظر قبل كشويه كنت باتصال ببعض وجوه الهيئه المديره نادي سفاقسي، لما حاله فما شكون ما عملوش حتى بالاخبار الخاص بنبيل الكوكي على مستوى الطلاق بالتراضي، لكن هذا اللي صار البارح في الليل ودونته عديد المواقع الالكترونيه التونسيه. ربما نبيل اليوم العشيه يتواصل مع هيئه النادي السفاقسي على توقيت امضاء العقد نتاعو، باعتبار نبيل هو المؤهل الاول الى حد الان لتدريب النادي السفاقسي. هذه اخبار السي اس اس. الفريق في طبعا يواصل تحذيرات، ولكن سؤال نحب نطرحه لهم الصباح قبل ما نمشي لبقيه الأندية. النادي السفاقسي ربما يلزمو ياخذ درس من حكاية المدرب، لأنه برشا أحباء قالك علاش نحاو نبيل كوكي،
ربما نهاية الموسم الماضي بعد نتائج وردية حققها على ما تواصلش معها المسار، ثم أنه هيئة النادي الصفاقسي اتصلت مع أكثر من مدرب، ربما كانت تتفاهم مع المدربين مش تحط مدرب على ذمتها وتضيع عليه عديد العروض وتحطه في نهاية المطاف. يظهر لي كلامي واضح، ربما الاتصال بشهاب الليلي، الاتصال بغازي وبغيره من الأسماء. نكون واضحين ربما في المنهج متاعنا، في التوجه متاعنا، شكون هو المدرب اللي مش يشرف على حظوظ الفريق، ثم سؤال ونتعدى من كان وراء انتداب المدرب الألماني اللي ما شفنا منه حشاي شتامف. وبصراحة معناها برشا أسئلة، شكون جاب المدرب هذايا، شنو هي السي في، شنو تاريخ المدرب هذايا، وأي عطاء قدم المدرب هذايا بعد 6 شهور تقريبا تنحي المدرب هذايا. ثم مدرب ما يحترمش الهندام نتاعو يظل يطرح أكثر من سؤال، لأنه كان جاب مدرب تونسي خارج حدود الوطن وعمل مسار وما شفناه في جيبس، تو تشوف شكتب عليه الصحافة، تو تشوف شي يقولوا عليه، لأنه احنا متعودين نحترموا الناس باش الناس تحترمنا.